هل الآن أنت تقيس الجيش الحر قبل شهور من اليوم، هل هو أفضل حالا ولا أسوأ حالا وليش؟ بخصوص الجيش الحر، غالبية الجيش الحر من الجنود المشقين من النظام، لم الجنود التابعين للنظام السوري مغيبين تماما، ليس معهم هواتف، ما يشاهدون إلا القناة السورية، ما يعرفون ماذا يريد هؤلاء، يسمعون أن هؤلاء تنظيم القاعدة وهؤلاء عصابات مسلحة يجب أن نقضي عليهم، خدعوا بإعلامهم. غالبية الجنود هكذا، لما ينزلون الميدان ويسمعون الضابط يأمرهم بضرب المتظاهرين يبدأ يفكر بالانشقاق. لكن المشكلة بالجنود، يقول أنا شلون أنشق وراي زوجتي بنتي وقريبي؟ نظام السوري ما في أخلاق، يعني حتى روسيا ما يفعل هذا الشيء، ولا يعني الصين ولا إيران، ما في نظام بالعالم إذا انشق الجندي يقتله ويعتدي على زوجته. نظام السوري يفعل هذا الشيء، والله الصهاينة يا شيخ ما يسوونها. نعم نعم، الجنود السوري، الجنود السوريين لما يشعر أنه في أمان يبدأ ينشق. الانشقاقات يوميا تزداد في كل محافظة بدون استثناء، درعا، دير الزور، دمشق، حلب، حمص، إدلب. ليش الإعلام ما يقول هالكلام شيخ؟ حتى إعلامنا ما قام يقول. للأسف ليس هناك إعلام هو مع الثورة 100%. للأسف غالبية الإعلام توجه سياسات معينة، معركة المصالح والمفاسد. بخصوص الانشقاقات كثيرة جدا في كل. إذا الجيش الأسدي قاعد يتضاءل، الجيش الأسدي واحد، الرواتب ما دفعت من 3 أشهر رواتب الجنود. الأمر ليش إيران وقفت الدعم يعني؟ ولا إيران وقفت الدعم؟ الدعم اللي دفع من العراق 8 مليارات انتهى، يعني كان أول يدفع للشبيح $100 الآن بالدين بالأجل. الأعداد في تناقص لأنهم وجدوا مقاومة شرسة من الأهالي. الأهالي أول كانوا يقولون ثورة سلمية، لكن الرجل يعتدي على زوجتي وعلى بنتي وينحر أطفالي نحر. أنا أي سلمية؟ إلى متى ثورة سلمية؟ لا، إذا أنا ما دافعت عن عرضي وعن مالي، من قتل دون مالي فهو شهيد. آخر الأيام، الأيام هذه، أمس أول أمس الأيام، يعني أنا الطفل اللي حطيته قبل 5 أيام هذه يعني. طيب في أخبار جديدة عن الجيش؟ آخر الأيام الله يسلمك، أن هم كل يومين 3 أيام هناك عمليات نوعية في كل محافظة من محافظات. يعني مو عمليات عادية، عمليات. عمليات نوعية لقتل أكثر من 20-40 جندي من الجيش السوري. فيه غنائم يتحصل عليها. الغريب أن الضباط، حتى الضباط العلويين بدأوا يبيعون أسلحتهم، بدأوا يتخلون عن مناصبهم. علموا أن القضية حسمت. لأن يعني 14 شهر لا وناسة ولا طلعة ولا فلوس ولا مكاسب، هو يقاتل من أجل الدنيا والدنيا توقف. أحسنت. والموت نعم. أمامه. حتى قبل يومين في إدلب تمت عملية في مركز أمني كان في عفواً في إدلب، في محافظة إدلب في نعم. شمال سوريا ايه؟ على الحدود التركية. كان مركز أمني يخرج منها الشبيحة لاغتصاب النساء، ذبح الأولاد. الخبراء الإيرانيين يمرون على هذا المركز، بعدين يتوزعون يقدمون مشورتهم بالقناصات. فقالوا الأهالي لابد، والجنود المشقون قالوا لابد أن تخلص من هذا المركز الأمني اللي يوميا هو يرعبنا، لا ننام لا نطمئن على أعراضنا وأموالنا. فتوجهوا له قبل يومين وأخذوا أكثر من دبابتين بجنودها. سيطروا على المركز؟ سيطروا على المركز، وأخذ الجنود دبابتين، يعني انشقوا مع دباباتهم وانضموا للثوار. الله أكبر. أكثر من 16 شاحنة ودبابة تم قصفهم وإعطابهم. الله أكبر. الجنود الموجودين في المركز الأمني، مركز كبير، قتلوا، بقي منهم 80 تم استسلموا وأعلنوا أنهم ينضمون إلى الثورة السورية. أسلحة كثيرة جدا غنموها الثوار لله الحمد، وهذا بفضل الله وفضل أموال أهل الكويت ودعواتهم. والله شيخ ودي بس أسمع هالقصص اللي صراحة تطمئن القلب وتبشر المسلمين وتشفي ما في صدورهم. هذا أنا سمعته شيخ. نعم. سمعت أحد المجاهدين نفسه يكلمني. نعم. يقول النهار لهم. نعم. لكن شوف الليل شلون لنا. شلون قصتهم؟
بالليل طبعا النظام السوري لا يقاتل إلا من أجل الدنيا، إما خوفا من الضابط أو من أجل المال، وترجون من الله ما لا يرجون. ما لا يرجون. في المساء ما يخرج، حتى أحد الجنود المنشقين يقول أنا لما كنت مع الجيش السوري ما كنت أستطيع أن أقضي حاجتي في الليل، كان الواحد مرتب نفسه لقضاء الحاجة في النهار فقط، خوفا خوفا ورعبا، حتى يقول والله كنا نقضي حاجتنا في داخل الدبابة. الله أكبر. من شدة الرعب، من شدة في قلوبهم الرعب. طيب الشعب السوري ما يشوف أن شلون قاعد يدفن الحي ويحرق الحي ويقتل، ما يخافون أيضا الجيش الحر أو الأبطال السوريين؟ الشعب السوري غرس الله سبحانه وتعالى في قلبه الشجاعة من أيام معاوية بن أبي سفيان. كانت الجيوش الصليبية والتتارية والدولة الفاطمية تتحطم في الشام، وبإذن الله سيتحطم النظام العلوي في الشام بإذن الله. جميع الأطماع الشرقية والغربية لن تحقق ما تريد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بصمود أهل الشام ورباط جيشهم. أنا كنت أول أفكر ليش النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. نعم. خطاب للأمة، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم أنتم يا أهل المدينة. يعني إيش علاقة صلاح الشام بصلاح الأمة؟ نعم. أهل الشام هم صمام الأمان، إذا صلح أهل الشام صلحت الأمة. يعني مثل مقياس، مقياس معيار الأمة، إذا هناك صلحة ترى الأمة كلها راح تصلح. ولذلك الثورة السورية بإذن الله تبارك وتعالى ستحقق آمالها وطموحها، وستنتقل الأمة النوعية بعد سقوط النظام النصيري العلوي نقلة نوعية لا نظير لها. شيخنا، حال الكتائب، كتائب المجاهدين، هل في تنسيق بينهم؟ هل في تعالف بينهم؟ لأن سمعنا عدة جبهات الآن قاعدة تقاتل في سبيل الله، شنو وضعها؟ هو الجاري الآن عندنا 7 محافظات مشتعلة هي التي يحرص النظام على تحطيم الثورة فيها. كسرها الآن. شرقا دير الزور، وشمالا حلب وحماه وإدلب، وحمص في الغرب، ودرعا في الجنوب، ودمشق في السنتر. هذه المناطق 7 ما كان أحد يظن أنها تشتعل، اشتعلت كلها. كان في السابق مدن وقرى معينة، الآن ليس هناك قرية أو مدينة إلا وفيها أقل شيء كتيبة أو كتيبتين. الله أكبر. وصار في تنافس، القرية اللي ليس عندهم كتيبة أو كتيبتين يقولون يعني هذولاك أرجل منكم، الله ما تدافعون، أبطال والله أبطال. انتقلوا من 3 أشهر إلى أن يكون هناك مجالس عسكرية في كل محافظة، مجلس عسكري تنتمي الكتائب إليه، له أمين سر، له رئيس مجلس إدارة، له لجنة مالية، تجمع الأموال في هذا المكان وتوزع على حسب الحاجة. إذا لعل تأخير النصر فيه حكمة من رب العالمين. أنا قلت لهم يا أخوان ما تأخر النصر إلا لحكمة، وهي تنظيم الثورة السورية. يعني الآن تونس وليبيا ومصر واليمن رأس النظام سقط، لكن الهيكل لا زال موجود. نعم نعم. النظام لا زال موجود، ولهذا لا زالوا بعضهم يعانون حتى إن شاء الله الله يعينهم. أنا قلت لهم إذا أنتم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذا التنظيم والعمل والصدق سيسقط النظام كله بإذن الله يعني.